مفيش حد فينا ما تعرضش لموقف ان هو احتاج يستلف حاجة من حد. مش هي دي المشكلة، المشكلة ان في ناس اوفر قوي في موضوع السلف ده، سهل قوي ان هو يتعلم عليه ان هو شخصية استغلالية او اعتمادية، يعتمد على كل اللي حواليه. احنا دلوقتي في شغل او دراسة، يعني ايه حد تلاقيه على ديلي بيزس بيستلف قلم ازاي بس، ماركر بين اي حاجة على ديلي بيزس بيستلف شاي، يعني وصل الموضوع للشاي بالسكر عشان يشرب حاجة، ايه ده بجد؟ بنت مهتمية قوي ان هي تلبس براند وتلاقيها كل يوم بتستلف مناديل او وايبس، يعني ده بيقلل من الشياكة بتاعتها اصلا. الموضوع مستفز جدا والناس بتبتدي تزهق. الناس ممكن تستحمل اول مرة تاني مرة لو الشخص ده فيه صفات حلوة كتير او هو شخص كوبرتيف ولطيف وخدوم، فممكن الناس تستحمله، بس هيجي عليهم وقت هيزهقوا. على العكس بقى، في ناس عندها عزة نفس وكرامة ان هي فعلا بتتجنب ان هي تستلف. طب ازاي اعمل ده؟ اول حاجة مثلا اخلي معايا كل حاجة منها سبير. انا مثلا في شنطتي فيها 3 قلم عشان لو واحد منهم حصل له حاجة في 2 شغالين. الماركر بين ماشي برضو، ممكن يبقى معايا 2 سبير ماركر بين. تيشوز لو انا مثلا حد عندي allergic rhinitis في الجو الشتوي ده، لا المناديل دي ما ينفعش ما تكونش في الشنطة اصلا، ولو الباك ابتدت تخلص لا يبقى معايا باك سبير برضو. الوايبس بحتاجها، لا يبقى معايا فعلا واحدة مقفولة وواحدة مفتوحة، يبقى انا كده مأمن نفسي كويس ان انا مش هحتاج استلف من حد حاجة، وقبل ما الحاجة تخلص اشتري جديد. لكن طبعا بتحصل ظروف ان ممكن فعلا الحاجة دي تضيع والسبير بتاعها مثلا فجأة يقطع، يعني لو قلم بقى القلم مقطع او حاجة، فعلا ساعات الواحد بيتحط في موقف بيبقى مضطر يستلف فيه. بس اهم حاجة ان الموضوع يكون في اضيق الحدود، ولما استلف حاجة احاول على قد ما اقدر ما تقلش على اللي قدامي واستعملها بسرعة وارجعها له تاني بسرعة، ومحاولش استهلك منها برضو كمية كبيرة. يعني انا بشوف بنات تبقى عايزة مناديل وتيجي تديها الايزي باك، يعني تلاقيها مطلعة منها كتير جدا ومخلصاها اصلا، وبعدين في بنات تاخد الباك وتمشي. فمعلش هو انت خدت الباك من زميلك ومشيتي، فهو بقى يكمل بقية اليوم بإيه أصلا؟ طب ما هو بني آدم برضه وأكيد عاوز يستعمل مناديل زيك بالظبط، فأنت خدتيها بسيف الحياة وخدتي الباك ومشيتي، وبعدين يعني هو هيكمل بقية اليوم إزاي أصلا؟ من أكتر المواقف السخيفة اللي شفت بنات بتعملها. يعني أنت من حقك تستلف لو أنت فعلا في emergency وما تاخدش ما تستلفش كمية كبيرة، وتاني يوم على طول تتصرف وتجيب من الحاجات دي بزيادة كمان ومتحاولش تستلف تاني إلا في أضيق الحدود. في الكلية كنا بنستعمل الفليم في المعامل، فالفليم ده كنا بنحتاج كبريت عشان نولع الفليم. ففي مرة زميلتي في السكشن معاكي كبريت؟ قلت لها اوكي معايا كبريت عشان تولع الفليم. لقيتها كل سكشن بتسألني انا بالذات عايزة الكبريت، فانا استغربت. طبعا الكبريت كلام فاضي يعني، بس قعدت استغرب الكونسبت نفسه. طب هو خلاص دي معاها كبريت، فانا كل سيكشن هروح استلف منها كبريت، طب ليه ما فكرتش تشتري اصلا كبريت؟ يعني الموضوع مش غالي ولا حاجه. بس هي الفكره ان الناس بتزهق، لان انت مثلا ممكن تكون مشغول او متوتر اصلا، او يعني ده لود عليك ان كل شويه حد يقعد يستلف منك حاجه او يسالك على حاجه، وتعوز ان انت تروح له تاني عشان خاطر ترجع، او انت تحتاج حاجتك فعلا وتبقى عايزها من الشخص اللي قدامك. فكل ده لود ممكن الواحد يستحمله مرة او اتنين، بس ما ينفعش كل مرة تروح على اساس ان انت معتمد على حد ان هو يوفر لك الحاجات دي. طيب ده اول نوع من انواع اللود اللي ممكن الواحد يعمله على اللي حواليه. في نوع تاني، نوع لود بالسيرفيس، يعني مثلا تلاقي انت في شغل حاول تتعلم كل حاجة، او حاول لو انت مش عارف حاجة بدل ما تقول له قدامك يعملها لك خليه يعلمها لك، وانت بعد كده تعتمد على نفسك وتعملها كل مرة، لان الناس مع الوقت برضه بتزهق. يعني زي مثلا عندك مكنة تصوير، فانت قلت الواحد بيعرف يصور يصور لك مرة، هيصور لك مرة اتنين بس، كل مرة لو احتجت تصور وسألت حد هيبتدي يزهق. مهما كان طيب مهما كان خدوم، الانسان بطبيعته بيزهق. فانت الافضل ان انت اول مره يصور لك فيها تقوله من فضلك علمني اعمل ده ازاي عشان بعد كده ما اضايقكش وانا اعرف اعمله لوحدي.
تالت نوع بقى من انواع اللود ده، اللود بقى سايكولوجيكال. يعني ايه؟ الشخص اللي هو بيشتكي كتير ده بيبقى لود على اللي حواليه اصلا. يعني الناس برضو، بس عايز اقول لكم على حاجه، اي حد في الشات ازيك اكيد الحمد لله بيقول الحمد لله على كل حاجه، طيب اخبارك ايه الحمد لله، طب مش بيلاقي كلام يقوله برضو فيقول لك طب اخبار الشغل ايه وتقول تمام الحمد لله. فهل ده معناه ان انت حياتك بيرفكت ما فيهاش اي نوع من انواع المشاكل او اللود؟ لا طبعا فيها لود وفيها مشاكل وفيها كل حاجه، بس احنا ما بنحكيش، احنا بنقول الحمد لله وبنسكت وخلاص. بس ده مش معناه ان انت تحس ان اللي قدامك حياته ماشيه بالمسطره وحياته جميله وما عندوش اي مشاكل، بس احنا كلنا عارفين احنا بنقول الحمد لله على كل حال ومش عايزين نحكي اصلا اللي فينا، بس خلي بالك ان هي دي ما بتبقاش الحقيقه اصلا. كيف على ده ستوري حصلت لي من كام سنه، كوميدي قوي والله. حد انا اعرفه قالت لي انا حاسه اني بروح التواليت كتير وريقي ناشف على طول، وطبعا السن كان كبير، فاول حاجه تيجي في دماغك ايه؟ حد ريقه ناشف بيروح التواليت كتير، بتشتكي برضو من ان هي في تنميل في صوابع ايديها ورجليها، فوش كده اول حاجه تيجي في دماغك ان هي ممكن تكون بقت دايابيتك. طيب فوش كده هتقول لها ايه؟ لا ان شاء الله باذن الله ان شاء الله ما فيش حاجه، بس من الافضل انك ايه، روحي حللي سكر في اي صيدليه وشوفي وان شاء الله خير، يعني ان شاء الله مش هيكون في حاجه يعني. تمام. فالرد كان ايه؟ لا لا مش عايز اروح احل سكر. طيب خلاص ماشي براحتك. طيب انا لو متضايقه من التنميل ده، في حقن فيتامين بي كويسه قوي لو اخدتيها هتبقي التنميل ده طبعا هيروح وبسرعه وافكتيف جدا، والناس كلها بتشكر فيها على اساس ان انا مثلا ما اعرفش ان هي عندها مشكله. في ناس ما عندهاش مشكله في الانجكشن، ما بتخافش من الحقن، فماشي انت بتجرب الكلام، لو مش عاجبها بحاول الاقي حلول تانية. قالت لا انا مش عاوز اخد حقن. قلت لها خلاص، في سابلينج والتابلت دي تحطها تحت اللسان امتصها زي الحقن بالظبط، هيبقى افكتيف جدا وبرده اهي هتفكي وتبقى كويسه، واهي سابلينج والتابلت. لا مش عاوزه. طب خلاص في تابلت بقى اورال. خلاص يا ستي خدي تابلت اورال تبلعيها وهتبقى تمام. لا طعمها وحش وما بتعجبنيش. طب يعني حطوا نفسكم مكاني، انا هعمل اعمل يعني اعمل ايه اكتر من اللي انا عملته؟ يعني اقول ايه اكتر من اللي انا قلته اصلا؟ هو حل المشكله دي ازاي اصلا؟ فدي ناس مش عايزه ادفايس، دي ناس بتتدلع وعايزه حد يستحمل جيرانها، بس اللي قدامك هو اصلا في اللي مكفيه، فمش مش مستحمل اللود والدلع اللي انت بتدلعه ده، وهو مش ملزم يعني، مش بنتك مش اختك، مش يعني محدش هيعرف يستحمل. يعني الواحد فعلا اهم حد في حياته اهله، اللي هو هيستحملهم ويستحمل دلعهم وجنانهم وكل حاجه، لكن فكره حد تاني مهما كان درجه العشم برضه في ليميت. هتيجي يعني الواحد هتيجي عليه فتره ومش هيستحمل دلع اكتر من كده، هتلاقي نفسك بقى في لود من اللودز دي كده، في تكه من التكات دي عملت اللي قدامك بلوك، وبلوك بقى بدون رجعه وبدون ندم يعني. اصل خلاص تبقى جبت اخرك اصلا. الاقي مسج جايالي ان قرص مترونال ديزول، كان كورس بتاع اتش بايلوري، علاج الاتش بايلوري. القرص كبير وطعمه مر فعلا، هو المترونال ديزول من الادويه اللي طعمها مر. خلاص او ما انا حل المشكله واقوم جايبه السيرب وحاسبه الدوز ايكويفالنت لقد ايه من السيرب. طلع السيرب بتاع الاطفال اللي الواحد خد منه 20 مللي هيبقى ايكويفالنت للقرص اللي هو تركيزه 500، وده افكتيف. اه افكتيف. طيب ماشي خلاص هناخد 20 مللي هو بدل القرص، عشان هو قرصه كبير مش عارفين نبلع وطعمه وحش. طب والدواء لو طلع طعمه وحش؟ خلاص هنحطه لو ينفع مثلا ممكن ناخد بعديه على طول معلقه عسل، معلقه مربى، يعني اكيد تشوكلت، بيس اوف تشوكلت. ما هو الواحد لازم يتصرف يعني، هنعمل ايه؟ طيب انا مش اصل ميعاده الساعه 12 بالليل وانا مش هاكل في التوقيت ده. لا في ناس بامانه والله. طب انت عايز اللي قدامك يعالجك ازاي؟ طيب او يعني انت يعني اللي يزعل في الموضوع ان حد بيشتكي لك من المشكله وانت بتحاول تحل وانت اصلا الله اعلم باللي فيك، يعني الله اعلم بالستريس اللي انت فيه وبالتعب اللي انت فيه، وبرضه انت بتهتم وبتحاول تحل، فانت عمال بتحاول تحل اللي قدامك واللي قدامك
تحسه هو مش بيكلمك عشان تحلله مشاكل، تحس ان هو بيكلمك عشان هو عايز يدلعه بس، مش لاقي حد يدلعه فبيجي عليك. المشكلة بقى ان مع الوقت انت هتيجي عليك فترة مش هتستحمل وفعلا هتقفل منه تماما. فياريت فعلا بحافظ على الناس اللي بتعملها سبورت وما نجيش عليهم قوي كده، وفي الاوفر اول ياريت في حياتنا كلها ما نبقاش لود على حد، لا ماديا ولا معنويا. مش حلو كبنت تعرف عندك ان انت شخصية استغلالية، اكيد زمايلك وصحابك مكملين معاكي عشان انت اكيد في صفات حلوة كتير، بس برضه الصفة دي مش لطيفة خالص. يعني لو في حد فعلا يحاول على قد ما يقدر يبطل، كل واحد شايل نفسه ماديا مش مستحمل غيره كمان يشيله. برضه حاول تكون خفيف، يعني ما تجيش على اللي قدامك قوي، ممكن تتدلع بس ما تقفوش. يلا اشوفكوا على خير.